وفي الجيزة تتواصل فعاليات معارض أهلا رمضان، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين. المزيد حول الإقبال والفعاليات يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري من معرض الجيزة كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل معرض أهلا رمضان هنا في منطقة الجيزة وتحديدا العمرانية ما زال يفتح أبوابه أمام المواطنين من 10 صباحا وحتى 10 مساء. هذا المعرض الذي يتوفر فيه العديد وربما الكثير من المنتجات الاستهلاكية المختلفة وتحديدا منها الغذائية. نتحدث طبعا عن توفير المنتجات الأساسية للمواطن المصري، نتحدث عن الأرز والسكر والزيت متوفرين داخل هذا المعرض، وتحدث أيضا عن تخفيضات بشكل عام في معظم المنتجات أو كثير من المنتجات تبدأ من 10% وصولا إلى 30%. نتحدث أيضا عن توافر منتجات أخرى مثل اللحوم والدواجن، نتحدث أيضا عن توافر منتجات شهر رمضان مثل بالطبع التمر الهندي، مثل بالطبع المكسرات المختلفة، كل هذه المنتجات. ولكن ربما هذه المرة يعني هناك صيغة أو صبغة خاصة بهذا المعرض وتوفر المنتجات المصرية التي تواجدت بالفعل داخل معرض أهلا رمضان، هذا أيضا بوجود المنتجات المستوردة، ولكن هناك تشجيع وإقبال كبير من المصريين على المنتجات المصرية التي متواجدة أيضا هنا بتخفيضات كبيرة من التجار وتحديدا الهيئة، يعني ربما تحديدا الشركة القابضة المصرية التي تتواجد أيضا بتوفير المنتجات الأساسية، وعدد آخر من يعني رجال الأعمال والشركات المختلفة المتواجدين. وتحدثنا أيضا مع المواطنين الذين يعني ربما أشادوا بتنوع ووجود المنتجات، ولكن هناك من تحدث ربما عن زيادة في طلب يعني تخفيضات أكثر مقارنة بالأسعار في الخارج نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك. والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.